دول أفراس داخل جهاز الانطلاق، فتحت البوابات على بركة الله مشاهدينا الكرام لانطلاقة الشوط السابع الذي سيجمع الجهاد والأفراس التي لم تربح عمر 3 سنوات فأكثر مسافة 1800 متر وقيمة الجائزة 54,000 ريال. تبدأ شهم الانطلاقة مع أيضا تقدم ولد شبلة في تنافس أيضا مع عطية غالي من الداخل، يتقدم تقدم سلطان البر الآن مع ميراد الخير من الخارج، ومحالات التقدم من ولد عقاب الآن من الداخل مع ولد شبلة للتقدم، أيضا محاولات شبل الفيحانية للتقدم مع ولد عقاب الآن لحسم صدارة هذا الشوط منذ الانطلاق الآن، والصدارة بنصف رقبة لولد عقاب. المركز الثاني لشبل الفيحانية، في المركز الثاني محاولات التقدم من ميراد الخير الآن في هذه اللحظات، شهم أيضا تحاول الوصول إلى مركز متقدم وهي بالفعل الآن في المركز الرابع مع محاولات الدخول من ولد شبلة الآن في المركز الخامس، والدخول لمجدي الآن في المركز الرابع، وبقية الجهاد التي مجدي يتقدم الآن للحاق بالثلاثة رؤوس الأوائل الآن، شبل الفيحانية ميراد الخير مجدي يتقدم من الخارج مع محاولات الفراهيدي للتقدم، كذلك مجاب وحمدين المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، ولد عقاب من الداخل، شبل الفيحانية المباغتة تأتي ممن، والصدارة لمجدي يتقدم بالنفال للصدارة والمركز الأول، محاولات الدخول الفريدي الآن للصدارة والمركز الأول، الصدارة والدخول الفريدي الآن في المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، حمادين يتقدم لانتزاع الصدارة بن غانم ويبتعد بالمركز الأول، مجدي يتأخر المركز الثاني، يسود المركز الثالث، الفريدي في المركز الرابع، فيما الخامس ما بين مدهال